اخويا بزاف اخويا صراحه والله. قول له حسبنا شي تامن زوين نجيو عاد نقضيو غراك واش دير صيفط لي النمره ديالو وانا نصونين. يلا سير حيت صيفط لي فواتساب. ملي كون كبيرة وانت تالف وكتصوني على بنادم وكتقلب من هنا وكتجيب من هنا ما فهمتش. لا لا ما تالف ما والو. بغينا نمشيو نريحو عند واحد الدري صاحبي في الدار اللي بغيتي نمشيو نجلسو نواك شوية غادي نوصل لبيته ونرجعو للدار. كيفاش الدار وشعل صاحبك ما فهمتش. نمشيو نجلسو عند الدري صاحبي نريحو انا وياك. البرد هنايا والشتا والدنيا فهمتي هذا الكل ديجا كيشوف فينا. ونريحو نجلسو نواك ترونكيل فهمتي موسيقى لعيبات. كاين صاحبك متأكد. صافي فين اخويا بخير؟ انت اللي ما تعرف فيها السمسار صلاح؟ وي خويا مرحبا. انت ومراتك؟ اييه جيب معاك غير دي الزواج عاد مزوجين. مبروك اسيدي مبروك اللهم بارك مبروك اسيدي. اييه واخويا غتجيب معاك غير دي الزواج و 200 درهم الليله. اه ابارطمون مفرشان غادي ياكلش. ومرحبا جي عندي ونديك اختار. كاينين ثلاثه اللي بقاو خاوين اختار اللي بغيتي. كاين وحده في بروميام ايطاج وكاين وحده في كاتريام ايطاج وكاين وحده في تروازيام ايطاج. بغيتي بروميام داكور خويا مرحبا. اي ولكن كاري الزواج ضروري. يلا الله يسخر مرحبا تجي. يلا ايوا مزيان ولا هذا اللون انا صيفط لي لوكاليزاسيون للدار صاحبك قلت لي. اش دير نمشيو ناخذ الطاكسي من الشارع ونمشيو صافي يلا طاكسي. انا وراه الدري صاحبي انا نمشي عندو. انا راجع سلام خويا. سلام كي داير لك هادي من طرف صار صالح. ايوا هو انا خويا مرحبا. طلعت وسط انتكم تشوفوا مرحبا. ها يلا هادشي وصلنا الدري صاحبي. كي داير بعدا بخير؟ صافي الحمد لله. هاني الامور بارك عليك سير دور اخويا. هاني الامور بعدا طرا كاين الجيران وداكشي. لا كاين اخويا الناس معايا كيجيو عندي ديما خويا فهمتي داكشي كامل باذن الله تعالى. الله يحفظك نتمنى ان شاء الله تبقى ديما تزورنا. الله يحفظك. انت ما كتخش الروب ما كتضربهاش. لا لا شافوها في البر كانسا صرانا وقالوا سعدتها شحال فرحانه. شافوها في البر كانسا صرانا وقالوا سعدتها. خليك المنافقه وين عاد ما تحكيش مادام ما كاينش اللي يقول معاك واحد كاينين فهمتك عارف. لا شوف اقامه زوينه وشوف الدنيا كان خيوط داكشي زوين ما عرفتش شي حاجه. شوف تبارك الله يلاه سعدي عليك السلامه العربة. بسم الله خويا اسمح لي الدار شويه مرونه. شوف ولكن ما تنساش غنجيب لك فاب ميناج ديال داكشي كامل. ولكن المره ديال الميناج الناس اللي كانوا مساكنين قبل شي دراري جاو شو السر ديال اللي هاش شويه في الخلاوه. شو المهم راه الدار مفرشه كاين كلشي. وقول لي الثمن اخويا 300 درهم الليله. صافي ماشي مشكل انا ناخذ من عندك يومين ولا عجبني الحال راه غنزيد شويه. مرحبا ما عنديش مشكل ما يكون خطا خويا. صافي ما قلتي عاد ما حصلت عاد تبقى لي فلوس يومين ماشي مشكل فلوس راه نعطيهم لك عاد تبقى مبيتي. صافي لي كان غادي يزواج كان غادي يزواج ضروري زعما. كيفاش ضروري زعما شنو تعرف ما فهمتش كيفاش ضروري. دابا ما قلت لك حنايا غير حنا ماشي هنا ما ساكنينش هنا نمشيو لهاد كازا غير جينا من مراكش فهمتي. ولا سميتو لاك ديالها ولا كارت ناسيونال ديالها نساتو خويا. واش كيبان لك انا عاد الكرون كارت نسات هادشي كامل كندوزو انا راس مصاف ديال الدور يوميا خويا. حنا راه مشهود علينا بالاخلاق. حنا اخلاق ولاد الناس ضروري خويا كغير ديال الزواج عجبك ما عجبكش الله يعاونك. بلا ما بدا تحس في الاول ما قلتيش شي هضره قلتي لي ولكن اللي مصيفطك هو اللي دار لي هاد البلان مصطفى. شنو نقول لك اخويا شوف كيفاش دير شي حاجه فهمتي.
كانت شي حاجه تخربقه ديالي ديالك ديال الشغل ديالك. ما كنبغيش نخسروا الناس والخير فيما اختاره الله، وبنادم قد ما بقى يدير شي خير وشي صدقه تنفعوا ليه عند الله يدير. هادشي اللي كنديروا لله في سبيله. هذا السيد اخويا الله اكثر ما عليه اخويا، ولكن اخويا واحد القضيه 400 درهم الليلة بالعكس. علاش قلت لك انا باش وبغيتي كنديروا لله في سبيل الله، حنا هادشي اللي غنلقاو عند الله عز وجل كنواسيو الناس ونتعاونوا مع الناس. بلا ما نصيفطك تجيب العكس وديك اللعيبه صافي 400 درهم النهار وهادي خارجه هادي ديال العكس هذا هو الكاريك. يعني عندي 800 درهم غنبدل باش عندي 800 درهم ديال يومين، عجبك الحال غنزيدني عاوتاني. واش غديه؟ صلى على النبي. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد. خلاك 350 درهم يلاه. لا 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 في سبيل الله كنديروا، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، هذاك الشيء ديال الله غنلقاو غدا يوم القيامه كيتسنانا، حنا كنديروا الخير. حنا كنديروا الخير. ما بانش لك؟ كنعاونوا الناس، ما بانش لك اخويا هكا ديالك. الله يعاونك. والله يسمح لك. هكا كديروا للناس بحال هكا كتعاملوا مع الناس. حيت هذا الشيء اللي كدير انت كيديروا بزاف اخرين، وهذا الشيء اللي دار السيد كيديروا بزاف. اخوان حاولوا نتفاداو هذا الشيء هذا كامل، ما بقاوش هاد الحوايج اللي ندخلوا فيهم، واخا حنا ما بغيتش نبقى نهضر بزاف. الغريب في الامر كيبدا حنا كنديروا لي هاتي واحد الصديق ديالي عاود ليا، واحد خينا قال لي حنا كنديروا هذا الشيء لله في سبيل الله والاجر، وشاد هذا الحرام 400 درهم وكتقول لي لله وشجعهم على الفساد. شجعوا مع الفحشاء والمنكر، كيقول لك الدار 300 درهم، ولكن إذا كنتي غتجيب معاك بنت 500 درهم، كيقول لك أنت فهمتي كيحدد لك حسب السعر وحسب. حنا دابا حاولنا نبدل الكونسيبت واحد شوية، فهمتي؟ حاولنا نديروا شي عبارة عن فيلم قصير، نوصلوا الفكرة بأن هادشي راه كاين، ومشي لأي دار، ما كنقولش كلشي، تقريبا واحد النسبة ديال الديور كاين نسبة مصاري تيكري لك بلا كاريط بلا والو، تي راه حشومة. حنا دولة إسلامية، حنا مسلمين، ودائما لنرتقي لنغير سلوكا. نغير سلوكا، هادشي اللي كاين، هادشي كامل درنا غير باش نتفاداو الشيء اللي كاين. إخوان، انستغرام ديالي أنا هو عبد المنار، السي محمد راه ما عندوش انستغرام. عندوش انستغرام. دوز الانستغرام ديالي أنا هو عبد المنار، ولا باج فيسبوك ديالو. بلاوان يا بلاوان بالرجولة. كلشي دخل تابونا عنده بلاوان يا بلاوان، لايك أبوني، ما طيروا حتى شي حاجة، لاباج ديالي تاهنا عبد المنار، مرحبا بكم إخوان. هادشي كامل قلناه غير باش تسالك بلا ما تسالك.